بفونزليدا، فونزليدا سريع جدا، فونزليدا فونزليدا واحد من اللاعبين بيثبتوا اقدامهم في التشكيله، وادي امام ده هنا راسيه فارجاس، كارلوس سانشيز يدي كوره، يدي هديه لفارجاس، وفارجاس امامنا يسجل في هذه اللحظات. كان تالق فارجاس في البطوله الماضيه وسجل اربع اهداف، ويسجل امامنا هنا الهدف الاول في هذه اللحظات. اللاعب ارانجويز، ارانجويز ادي امامنا، شوف هو اللي مكمل، اللي مكمل اهو اللاعب فونزاليدا، والكره العرضيه وامامنا اهو الكره ملعوبه، وبص التحرك خد مكان راس الحربه. بص هنا فارجاس 11 اهو، لكن اللي حط الكره يا ولد يا ولد يا ولد تشارلز ارانجويز لاعب فريق ليفركوزن، لاعب ليفركوزن امامنا اهو وضع الكره، سجل هدفين في النسخه الماضيه في مرمى منتخب فنزويلا، النهارده بيسجل في هذه اللحظات. ارانجويز ارانجويز امامنا هنا اللي ايه خد، شوف هنا كره الحقيقه ما فيهاش كبير، كرة ما فيهاش كبير، كرة يعني بتدي من يعطيها، وادي أليكسيس سانشيز فونزليدا، منتخب تشيلي دائما وأبدا يعرف كيف يفوز كما فعلها في المباراة الماضية. أمامنا هو متابع كرة أليكسيس سانشيز ترتد من القائم الأيمن، وجاي فونزليدا هدفين، سجل في مرمى هايتي وسجل في مرمى الأرجنتين في هذه البطولة. بص أمامنا الكرة ملعوبة منين يا ولد يا ولد يا ولد، تمريرة من حارس المرمى كلاوديو برافو وأليكسيس سانشيز، وأخطاء دفاعية قاتلة، أخطاء دفاعية قاتلة قاتلة، شوف أمامنا الكرة هي ترتطب في القائم الأيمن وترتد، فونزليدا يسجل الهدف الثاني لمنتخب تشيلي اللي يبدو يعني في طريقه لتكرار ما حققه في مباراة الدور ربع النهائي اللي لعبوها، مباراة كبيرة.